ضمن جهود الإغاثة الزراعية لمساندة أصحاب المشاريع الصغيرة، أقيم المعرض الأول للمنتجات الزراعية وطني منتج في مدينة غزة، وذلك لدعم الأفكار الريادية التي تهدف لتوفير مصدر دخل ثابت لأصحابها. هذا المعرض يضم حوالي 60 منشأة أو تعاونية أو منتج صغير من دعم مؤسسي متعدد من UNDP، برنامج الأمم المتحدة وإنقاذ الطفل وكريستيان إيد وحكومة لوكسمبورغ. نأمل من خلال يعني يومين يعقد هذا يعني ينظم لمدة يومين، نأمل أنه يفتح آفاق جديدة للتسويق ولإثبات الجدارة الفلسطينية ورسالة للعالم أن المزارع الفلسطيني بالرغم من الحصار وبالرغم من الإغلاق والاعتداءات قادر على أن يتمسك بأرضه وأن يستثمرها وينتج بما يعني يعزز من قدرته على البقاء والصمود. زاوية جلامور مختصة باستخلاص الزيوت الطبيعية وصناعة منتجات اللي هو كريمات لعناية الشعر وعناية البشرة، وأيضا موجود مستحضرات تجميل، في عنا برضك كمان سيرم البشرة وتونر البشرة ومعطرات الجسم. كل هاي المنتجات من مكونات طبيعية 100% آمنة في الاستخدام الشخصي وعلى اللي هو صحة الإنسان. واحتوى المعرض على أكثر من 60 زاوية، ومن بينها بعض الأفكار الفريدة من نوعها التي لاقت رواجاً كبيراً بين الجمهور، الذي يعتبر حجر الأساس للتشبيك مع المشاركين والتعرف على منتجاتهم. احنا طبعا زاويتنا لي زاوية مواسم وودك الأنعام، عندنا اللي هو منتج صحي طبيعي اللي هو سمن ودك الأنعام، وعندنا برضو منتجات عشبية، لكن اللي بنتميز فيه في زاويتنا انه احنا اصحاب اول منتج وطني من نوعه واللي هو شحم الحيوانات من اللي سميناه ودك الأنعام. هذا الشحم بيتميز انه بيستخدم بديل للسمن وزيوت المهدرجة في الطبيخ، في القلي، في اغراض الحلويات والطهي بشكل عام. بيتميز انه نقطة الاحتراق له عالية، فما بيطلع ترانس فاتي أسيد وفري راديكلز اللي هي الشوارد الحرة اللي بتأدي إلى أضرار في الجسم. المعارض كتير مهمة بإنه إحنا بنتعرف على ناس جديدة، والناس هاي بتتعرف علينا كمان وبتشبك لقدام كمان معانا بشكل كتير كبير، بتعرف من خلال تذوق المنتج بشكل مباشر وإحنا بنتعامل معهم بشكل مباشر، فهذه بتطفي إضافة كتير جميلة لإلنا، يعني إنه إحنا بنصير معروفين عند الناس. قدمت الإغاثة الزراعية 68 منحة للرياديين ليتمكنوا من البدء بمشاريعهم الخاصة وشراء الآلات التي تسهل عليهم الأعمال وتضمن استمراريتها، وذلك للحد من البطالة التي انتشرت في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي.